حتى عندنا طلاب من السادس ابتدائي، سادس ابتدائي يقرون روايات وتنمية بشرية ما شاء الله. يعني التغطية الإخبارية في مجالات الصحف الإلكترونية، المنتديات الإلكترونية والتفاعلات بين الحوار الواقع والافتراضي، هاي الكتب لها دور كبير يعني، لأن حاليا كتب الإعلام والصفحات الإلكترونية عليها إقبال كبير وعليها طلب كثير، فهاي الكتب حاليا جتنا ومتوفرة عندنا بالمكتبة. خلال هذا الأسبوع أكثر مبيعا اللي هو متصدر بالمرتبة الأولى اللي هو سلسلة أبابيل، بيها أربعة أجزاء: أبابيل، السجيل، والجساسة، وجمانة. السجيل قبل شهرين ثلاثة وصلتنا، من وصل الكتاب السجيل كل السلسلة قاموا يطلبوها، وهي ما شاء الله يعني أكثر مبيعاتنا اللي هي. وعندك أرزيكولا وماريتا والثالث الذئاب المنسية. كتب الأسعى أكثر رواجاً عند الطلاب والطالبات والبنات والشباب هي تنمية بشرية بأنواعها، أفكار جديدة في الحياة، وقضايا علم النفس، وقضايا أما الفلسفة قسم من الكتب أم يقرون بعض الشباب والبنات. وعندنا روايات الرعب مثلا، هذا أرزي كولا، هذا مع عمر عبد الحميد السعس اشتهر. عندنا النار والدم مع شو اسمه جورج مارتن.